السلام عليكم. فيات 500X 2021، اهلا وسهلا بكم في فيديو ريفيو جديد من عالم السيارات. معاكم عمر عبد المقصود. النهارده هنتعرف على الفئه الثانيه من فيات 500X 2021، ومن خلالها هنتعرف على ابرز الاختلافات ما بين الفئه الاولى والفئه الثانيه والفئه الثالثه اللي بتنزل بيهم العربيه في السوق المصري في موديل 2021. مبدئيا مفيش اي تغيير ما بين موديل 2020 و2021 فيما يتعلق بالتجهيزات، لكن في فروق كبيره ما بين التجهيزات وبعضها ما بين الفئات الثلاثه اللي بتنزل بيهم العربيه. فصل صغير زي ما تعودنا ونرجع نكمل الريفيو بتاعنا. فيات 500X موديل 2021 طرحت حاليا في السوق المصري من خلال وكيل علامة فيات الإيطالية دايناميكس موتور بثلاث فئات وفي صمت شديد. ومعرفش ايه سر الصمت الشديد المتعلق بطرح موديل 2021 ده، يمكن علشان زي ما قلت في البداية مفيش اختلافات كبيرة ما بين موديل 2020 و2021. زي ما قلت لكم ثلاث فئات بتنزل بيهم العربية في السوق المصري. الفئة الأولى بتنزل بسعر 389,900، يعني اولموست تقريبا 390,000. أما الفئة الثانية اللي معانا النهاردة والأعلى تجهيزا بتنزل بسعر 434,900، يعني اولموست 435,000. في حوالي فرق 45,000 جنيه ما بين الفئة الأولى والثانية. هنتعرف على الفروق اللي خلت الفرق ده موجود. طبعا أول فرق السعر، هنتكلم كمان على ليه الفرق ده موجود او التجهيزات دي راحت فين. واخيرا الفئه الثالثه والاعلى تجهيزا واللي بتنزل بسعر 494,900، يعني اولموست تقريبا 495,000. وفي فرق ما بينها وما بين الفئه الثانيه اللي قبلها حوالي 60,000 جنيه، فرق كبير هنتعرف عليه برضو وعن اسبابه فيما يتعلق بالسعر. الثلاث فئات دول ممكن تزود على السعر الرسمي اللي انا قلته من شويه 5,000 جنيه وتاخد معاها السقف اللي بيجي باللون الاسود، تبقى العربيه توتون. لكن لو انت مش حابب ده فهو السعر الرسمي زي ما قلت لك بالظبط. طيب مبدئيا كده خلونا نبتدي بمقدمه العربيه ونتعرف على ابرز التجهيزات هنا في الفئه الثانيه في مقدمه العربيه، ونتعرف كمان على ابرز الفروق ما بين الفئه الثانيه والفئه الاولى والفئه الثالثه في المقدمه. اتفقنا او اختلفنا على انه شكل العربيه من بره حلو او وحش، فده بيرجع لتفضيلك الشخصي، ما فيش فيه اي مشكله. وفي ناس كتير ما بيعجبهاش شكل العربيه من بره، ولكن اللي صعب نختلف عليه هو انه تصميم العربيه مبتكر ومميز ومعبر بشكل كبير جدا عن علامه 500 التاريخيه من الصانع الايطالي فيات. مش بس هنا في النسخه الكروس اوفر او الاس يو في من 500 اللي هي 500X، ده كمان موجود في النسخه السفروته الصغيره، انا بحب اسميها السفروته، اللي هي النسخه الهاتشباك اللي هي 500 سي. برضو بتحس ان هو تصميم مستوحى الى حد ما من الشوارع والمباني الايطاليه العريقه، وتحس كمان ان هو واخد خط تصميمي مختلف تماما عن اي خط تصميمي تاني لعربيات فيات بشكل عام. هنا في مقدمه العربيه في عندي تصميمات كتيره بتعبر عن ال 500. مبدئيا كده منظومه الاضاءه الاماميه والمكونه من فانوس اضاءه رئيسي بالاضافه لفانوس الاضاءه النهاريه اللي موجود هنا وفانوس الاضاءه الضبابيه او الفوج لايت الاماميه. عندنا الفوانيس دي كلها واخده شكل دائري ومعبر بشكل كبير زي ما قلت لكم عن علامه 500، بالاضافه كمان لكلمه 500 المحفوره هنا عند الديفيوزر الامامي اللي هنتكلم عليها دلوقتي. لكن هنا في مقدمه العربيه وتحديدا في منظومه الاضاءه عندنا الاضاءه الرئيسيه الموجوده هنا في الفانوس الامامي بتيجي فل LED دي بدايه من الفئه الثانيه والفئه الثالثه. اما في الفئه الاولى فبتكون الاضاءه الرئيسيه هالوجين مع عدسه لتركيز الاضاءه. اما بالنسبه للاضاءه النهاريه مع اضاءه الاشارات وحتى كمان الفوج لايت الاماميه فبتيجي LED دي وموجوده في الثلاث فئات، ما فيش فيها اي اختلاف. من الحاجات المشتركه كمان عندنا نقاط الحساسات الاماميه، حساسات اماميه موجوده على طول الاكسدام الامامي، اربع نقاط موجوده، في واحده يمين واحده شمال وفي اثنين في النص مثبتين على الديفيوزر الامامي. زي ما قلت لكم في واحده من النقاط موجود هنا، نقاط الحساسات موجود هنا جنبها علامه 500 او محفور عليها علامه 500. هنلاحظ كمان ان الديفيوزر الامامي شكله مميز ومختلف وكبير، حجمه كبير مش صغير، وطالع على الاكسدام الامامي. الاكسدام الامامي حجمه برده كبير مش صغير، بادئ معايا من عند الشفه بتاعه الكبوت من قدام وبيكمل معايا
معايا لتحت. في عندي هنا مكان للشبكة الأمامية ولكن مش شبكة تقليدية زي ما احنا عارفين، هي عبارة عن فتحات تهوية شكلها شيك ومميز. فتحة تهوية موجودة هنا، وفي في منتصف منها تريم كروم موجود وحواليه فريم من البيانو بلاك أو البلاستيك الأسود اللامع، وتحتها في فتحة تهوية من ريشة واحدة صغيرة موجودة هنا، وعندنا كمان فتحات تهوية في منتصف الديفيوزر الأمامي اللي موجود هنا واخدة شكل الشبك بتيجي من البلاستيك الأسود المط. الديفيوزر الأمامي نفسه زي ما قلت لكم ميكس ألوان ما بين الرصاصي الفاتح والبلاستيك الأسود اللامع أو البلاستيك الأسود المط عفوا. هلاحظ انه هنا في الحروف بتاعته أو الأطراف بتاعته بتاخد بلاستيك أسود مط وبتكمل معايا عند الجنبين بتوع الديفيوزر من قدام، وبيكمل معايا أقواس الكاوتش والعتب بتاع الأبواب والديفيوزر الخلفي. أما في المنتصف هنا فبيكون بلون رصاصي فاتح وبيدي منظر أجريسيف أو أوف رود للعربية. للأسف الشديد ما عنديش تصفيح كامل أسفل المحرك، ودي أحد نقاط الضعف هنا في العربية. ما أعرفش إزاي عربية بالتصميم اللطيف ده ومع ذلك ما عنديش تصفيح أسفل المحرك. ده هياخدنا بقى لنقطة تانية متعلقة بمنظومة الحركة في العربية هنا، لكن قبل ما نتنقل لمنظومة الحركة أحب أفكركم إن عندي حساسات إضاءة وحساسات مطر بداية من الفئة الأولى لحد الفئة الثالثة ما فيش فيها اختلاف، لكن الاختلاف حاصل في الكاميرا الصغيرة اللي موجودة هنا واللي بتديني جوه في العربية اللين كيب أسيست أو نظام البقاء في الحرارة المرورية أو المحافظة على الحرارة المرورية، وده موجود بداية من الفئة الثانية والثالثة لكن مش موجود في الفئة الأولى. هنتكلم عنه بالتفصيل مع عوامل السلامة والأمان في المقصورة الداخلية للركاب، لكن دلوقتي خلونا نتنقل لمنظومة الحركة في فيات 500 X 2021. نتكلم بقى شوية عن منظومة الحركة في فيات 500 X 2021، بس خلونا نتكلم الأول على شوية نقط كده مش لطيفة حوالين منظومة الحركة. مبدئيا أنا قلت لكم إن ما عنديش تصفيح أسفل المحرك. النقطة الثانية ما عنديش مساعدين لرفع الكبوت مع إن وزن الكبوت تقيل، لكن عندي عمود موجود هنا اللي هو العمود التقليدي ده، لكن موجود جزء هنا للعزل وإن كان حجمه صغير شوية ولكن موجود وبيؤدي الغرض. منظومة الحركة هنا مكونة من محرك بسعة 1.4 لتر أو 1400 سي سي تيربو بتكنولوجي المالتي إير. مالتي إير ده تكنولوجي زي الـ VVT أو الـ Variable Valve Timing، ولكن يعني متطور أكتر أكتر توفيرا في البنزين واستجابة أسرع في دوسة البنزين، وده طبعا بشهادة ملاك العربية كمان، مش هنتكلم على حتة تقنية قوي ولكن بشهادة ملاك العربية كمان أداء الماتور كان هايل خلال الفترة اللي فاتت. الماتور ده متوصل على نقل حركة أوتوماتيكي DDCT يعني دول كلاتش، بيجي دراي مش ويت للاسف، ولكن برضو مفيش اي شكاوى لحد دلوقتي من ناقل الحركه الموجود في العربيه. بيجي طبعا من 6 سرعات ومتوصل على الماتور اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه. طيب الارقام الرسميه المتعلقه بالمجموعه دي او بالمحرك وناقل الحركه دي بتختلف ما بين الفئات. عندنا في الفئه الاولى والثانيه ارقام القوى الحصانيه 140 حصان والعزم 230 نيوتن متر عند 1750 لفه. اما في الفئه الثالثه فبيجي هنا الارقام بتختلف شوية. عندي القوة الحصانية 170 حصان والعزم 200 وأكتر من 80 280 نيوتن متر، وده بيرجع ليه اختلاف منظومة الدفع في العربية. في الفئة الأولى والفئة الثانية الدفع بيكون أمامي، أما في الفئة الثالثة بيكون الدفع كلي، وده طبعا بيؤدي إلى تغير في الأرقام الخاصة بالأداء بتاعة العربية بشكل عام. ده كده سريعا ما يتعلق بمنظومة الحركة هنا في فيات 500X 2021. تعالى بقى نتنقل لجنب العربية. في جنب العربية هنا الاختلافات ما بين الفئات الثلاثة وبعضها مش كبيرة، يعني مبدئيا عندنا أول اختلاف في الجنط. في الجنط في الفئة الأولى بيبقى 17 إنش، أما في الثانية والثالثة بيكون 18 إنش بس بنفس النقشة اللي موجودة هنا، وبيجي توتون رصاصي فاتح مع رصاصي غامق. عندنا كمان العتب اللي موجود أو الأقواس بتاعة الكاوتش اللي موجودة هنا من البلاستيك الأسود المط، وبيكمل معايا عند العتب بتاع الأبواب لحماية الأبواب من تحت، وده برضو موجود في كل الفئات مفيش فيه أي اختلاف. الاختلاف اللي موجود كمان في المرايات الجانبية هنا، طبعا المرايات الجانبية في الفئات الثلاثة غير قابلة الضم اوتوماتيكيا مع فتح وقفل العربيه، ولكن الضم بتاعها بيكون كهربائي والضبط كمان بيكون كهربائي من جوه العربيه. طيب ايه الاختلاف؟ الاختلاف في البلايند سبوت ديتكشن او نظام كشف النقاط العمياء الموجود هنا في الفئه الثانيه وموجود كمان في الفئه الثالثه لكن مش موجود في الفئه الاولى. اما الاشارات الجانبيه المثبته على المرايات الجانبيه هنا فموجوده في الفئات الثلاثه مفيش فيها اي اختلاف. الازاز الجانبي الخلفي اللي موجود هنا بيجي فميه في الفئات الثلاثه، عندنا فريم من الكروم موجود هنا حوالين الازاز الجانبي بشكل كامل، يعني بيحاول الازاز بشكل كامل. عندي كمان الجزء ده بيجي من بيانو بلاك او البلاستيك الاسود اللامع، ومقابض الابواب بتيجي باللون الرصاصي البلاستيك الرصاصي الفاتح شويه، مع منظومه الكيلس انتري دخول العربيه بدون استخدام المفتاح. في الفئات الثلاثه مفيش فيه اي اختلاف، طبعا طالما في كيلس انتري فاكيد في زرار ستارت ستوب انجن جوه العربيه. طيب الروف راكس، ما عنديش روف راكس في العربيه بشكل عام، ولكن عندي اوبشن انا اتكلمت عنه في مقدمه العربيه، ان انت لو زودت 5000 جنيه على القيمه الحقيقيه او السعر الحقيقي للعربيه او السعر الرسمي بتاخد السقف بلون مختلف عن لون العربيه اللي هو اللون الاسود لو حبيت. طيب ده كده سريعا ما يتعلق بجنب العربيه. تعالوا بقى نتكلم على ظهر العربيه.
هنا بقى في ظهر العربية ممكن نقول ان ما عنديش اي اختلافات ما بين الفئات التلاتة فيما يتعلق بالاوبشنز. منظومة الاضاءة تي كي ال اي دي في الفئات التلاتة ما فيش فيها اي اختلاف، الاضاءة الرئيسية وكذلك الاضاءة الخاصة بالاشارات، وعندي كمان الجزء السفلي من الفانوس الموجود هنا طبعا بيجي اضاءة الريفرس، اما الناحية التانية او الفانوس الشمال بتبقى اضاءة الفوج لايت الخلفية، واللي بتبقى طبعا ال اي دي في الفئات التلاتة ما فيش فيها اي اختلاف. طبعا الجزء ده من الفانوس بيجي مصمت، وده احد الاوبشنز او احد الحاجات اللطيفة اللمسات الجمالية اللطيفة في تصميم العربية من الظهر، وكان موجود كمان في موديل 2020. الكاميرا الخلفية الموجودة هنا كمان موجودة في الفئات الثلاثة ما فيش فيها اي اختلاف، طبعا اكيد في شاشة داخلية بينعكس عليها الرؤية بتاعة الكاميرا الخلفية. سنسورز الركن الخلفية اللي موجودة هنا مثبتة على الاكسدام الامامي او الاكسدام الخلفي عفوا، وكذلك الديفيوزر الخلفي موجودة برضو في الثلاث فئات ما فيش فيها اي اختلاف. باب الشنطة بيفتح بشكل عادي جدا، اللي هو اللوك بتاعه كهرباء، ولكن هو نفسه بيفتح بشكل عادي، وممكن كمان افتحه من خلال الزرار او الريموت كنترول الموجود عندي هنا. مساحة الشنطة 350 لتر مستغلين بشكل كامل، صحيح مش مساحة كبيرة ولكن تؤدي الغرض، في منافسين مساحة الشنطة فيها اكبر، لكن كمان ممكن ازود مساحة الشنطة هنا من خلال طي الكنبة الخلفية 40-60 بتزود عندي مساحة الشنطة. بشكل عام المساحة مستغلة، ما عنديش اي اماكن مهدرة في التخزين. من ضمن الحاجات اللطيفة في الشنطة هنا انه شفة التحميل مش كبيرة، يعني عندي تقريبا عقلة او عقلة ونص تقريبا، فشفة التحميل هتساعد لو انت شخص بيحمل الشنطة بشكل كبير. ما عنديش اوبشنز غريبة في الشنطة، يعني ما عنديش مثلا 12 فولت يو اس بي، ما عنديش الحاجات دي، عندي بس وحدة اضاءة صغيرة موجودة هنا اضاءة هالوجين، عندي هوكس كمان، لكن ما عنديش اماكن لتعليق الاكياس. في دور سفلي موجود هنا في الجنط الاحتياطي اللي بيجي بنفس مقاس الجنط بتاع العربية، ولكن جنط حديد، وطبعا معاه العدة الخاصة بتاعته اللي هو الاستبن اللي هو المفك والكريك. طيب الازاز الخلفي بيجي فمي زي ما احنا شايفين، وده موجود في الفئات كلها، وجواه سخانات عشان الشبوره والضباب، مع السبويلر الخلفي الموجود هنا برضو موجود في الفئات كلها، ومثبت جواه اضاءه تحذيريه خاصه بالفرامل والمساحه الخلفيه المثبته على الازاز الخلفي، وعندنا كمان انتنه هنا لكن انتنه عاديه مش شارك فان ولا حاجه. عندي تريم كروم مطفي شويه هنا في الجزء ده بيدي منظر جمالي للعربيه. الديفيوزر الخلفي بيجي برضو نفس فكره الديفيوزر الامامي، ميكس لونين بيبقى ما بين الاسود المط والرصاصي الفاتح، بيدي منظر مختلف وشيك شويه للعربيه، وبيكمل معايا لحد الاجزاء السفليه. اما الجزء الخاص بيه البلاستيك المط بيكمل معايا زي ما قلت لكم على اقواس الكاوتش والعتب، وبيلحم مع الديفيوزر الامامي. ده كده سريعا ما يتعلق بظهر العربيه. تعالوا بقى نركب في الكنبه الخلفيه ونتعرف على المقصوره الداخليه لفيات 500X 2021. وصلنا للكنبه الخلفيه في فيات 500X، ويمكن اول ملاحظه لاحظتوها، او خلونا نبتدي بالسلبيات، يعني مساحات في الظهر او في الكنبه هنا صغيره. يعني انا قاعد كده ظبطت كرسي القياده او كرسي السائق على وضعيه القياده الطبيعيه بتاعتي، وركبي خبطه في الكرسي بشكل واضح. لو شخص في طولي 178 سنتي، فيعني غالبا هيبقى قاعد متضايق. النفق الفتيس مش مرتفع قوي، ولكن مش عارف اذا الواحد قاعد في النص يعني هيبقى صعب برضو، اللي قاعد في النص هيبقى صعب بالنسبه لشخص كبير. ما عنديش مسند ايد خلفي، ولكن في اوبشن ظريف وهو طي الكنبه الخلفيه زي ما اتفقنا 40-60، بيديك مساحه اكبر للشنطه اكبر من 350 لتر. عندي اماكن لتثبيت مقاعد الاطفال او ايزوفيكس، احزمه امان خلفيه، لكن زي ما قلت لكم ما عنديش مسند ايد خلفي، والمساحات ورا مش احسن حاجه بالنسبه للاشخاص البالغين. ولكن عندي تطعيمات من الجلد، الفرش بالعموم من الجلد، تطعيمات من الجلد في الباب الموجوده هنا سواء في بطن الباب او مسند الكوع، لكن الجزء ده بيجي من البلاستيك ماتيريال بتاعته مش وحشه وما فيهاش خرفشه وما تحسش ان هو مؤذي. طبعا عندي سماعات موجوده هنا، عندي 8 سماعات هنا في الفئه الثانيه، في الفئه الاولى بيبقى 6 سماعات في الساوند سيستم، هنتكلم عنه بالتفصيل لما نطلع قدام. لكن الفرش بيجي في الفئه الثانيه من الجلد، في الفئه الاولى بيبقى من القماش. الجلد هنا لونه بني، وممكن تختار كمان جلد باللون الاسود لو انت حابب، اما القماش فبيكون باللون الاسود الكامل. فتحه سقف بانوراميه لطيفه جدا زي ما احنا شايفين، المساحه بتاعتها كبيره ومقسومه لجزئين، جزء امامي وجزء خلفي، اما الجزء اللي في النص ده فبيكون جزء مقفول. مسند الايد موجود او مسند الشداده اللي موجوده هنا دي، في جواه وحده اضاءه صغيره. الازاز الخلفي بيفتح ويقفل بس مش اوتوماتيكيا، بيفتح ويقفل عادي كهربائي طبعا، ومقبض الايد طبعا الدائري الشكل المميز للعربيه. بشكل عام الماتيريال المستخدم في العربيه متوسطه الجوده الى جيده، يعني ما نقدرش نقول عليها وحشه، سواء الجلد هنا الماتيريال بتاعته قويه، الخياطه بتاعته كمان شكلها شيك ومديها منظر شيك للعربيه، وكذلك الابواب هنا تطعيمات البلاستيك وتطعيمات الجلد كلها شكلها شيك. مساحات التخزين في الابواب الخلفيه صغيره الى حد ما، تاخد ازازه ميه كبيره، و
شكرا، مش هتاخد حاجة اكتر من كده. ده كده سريعا ما يتعلق بالجزء الخلفي من مقصورة الركاب او الكنبة الخلفية تحديدا. طبعا ما عنديش كمان، نسيت اقول لكم، ما عنديش اي اوبشنز موجودة هنا في الكونسول الامامي فيما يتعلق بالجزء الخلفي، يعني ما عنديش فتحة تكييف خلفية، ما عنديش فتحة يو اس بي ولا 12 فولت خلفيين، لكن عندي مساحات تخزين موجودة في الكراسي او ظهر الكراسي من هنا. ده كده سريعا ما يتعلق بالكنبة الخلفية في فيات 500 اكس. تعالوا بقى نطلع قدام ونتكلم على عامل السلامة والامان والانفوتينمنت سيستم وكل ما يتعلق بالتكنولوجي المستخدمة في كونسول الامامي للعربية. يلا بينا. وصلنا للكونسول الامامي في فيات 500 اكس وتحديدا في الفئة الثانية موديل 2021، وزي ما بتدي دايما بعوامل السلامة والامان، وهنا تعتبر ميزة قوية في العربية او ميزة تنافسية قوية في العربية، لان هي فيها حاجتين. الحاجة الاولانية هي كتيرة ودي حاجة كويسة، والحاجة التانية ان هي كمان موحدة تقريبا على الثلاث فئات بتاعت العربية باستثناء عاملين اتنين هنتكلم عليهم دلوقتي موجودين بداية من الفئة التانية. وفي ناس كتير ما بتعتبرهمش عوامل سلامة وامان على قد ما هم يعتبروا كماليات او انظمة مساعدة في القيادة مش اكتر. مبدئيا عندنا 6 ايرباج موجودين في العربية، على حجم العربية 6 ايرباج يبقى عدد كويس جدا، 2 امامي 2 جانبي و2 ستائري، بالاضافة لانظمة الفرامل المختلفة والمتعارف عليها دوليا. عندنا الاي بي اس او نظام فرامل منع الانغلاق، الاي بي دي التوزيع الالكتروني للفرامل، الاي اس بي او نظام ثبات الالكتروني، الهيل اسيست او الهيل لانش اسيست اللي هو مساعد العربية في الصعود من المرتفعات ومساعد العربية كمان في الهبوط من المرتفعات، بالاضافة كمان للبي اي او البريك اسيست او مساعد العربية في فرملة الطوارئ. وعندنا تاير بريشر مونيتورنج او نظام مراقبة ضغط الاطارات، بالاضافة كمان للعاملين اللي احنا قلنا عليهم اللي هم البلايند سبوت ديتكشن او نظام كشف النقاط العمياء في المرايات الجانبية. وعندنا اللينك يب اسيست او البقاء في الحارة المرورية، نظام التحذير عن الانحراف على الحارة المرورية او نظام المساعدة في البقاء على الحارة المرورية، موجودين هنا في الفئة الثانية، والفئة الثالثة مش موجودين في الفئة الاولى. دول العاملين اللي هم فيهم اختلاف فيما يتعلق بعوامل السلامة والامان لو انت عايز تعتبرهم من عوامل السلامة والامان. ما عدا ذلك زي ما قلت لكم كل انظمة الفرامل وعدد الايرباجز واحزمة الامان وانظمة الثبات، تثبيت مقاعد الاطفال، السنسورز كلها سواء امامية او خلفية او حساسات المطر او حساسات الاضاءة كلها موجودة بداية من الفئة الاولى، ما فيش فيها اي اختلاف. وعشان كده بقول لكم ان هي فئة تنافسية او نقطة تنافسية قوية جدا في ما يتعلق بالعربية هنا، مقارنة بكتير من منافسينها في السوق المصري بيبقى عندهم تخبط شوية في موضوع عوامل السلامة والامان وتوزيعها على الفئات بتاعت العربية. طيب ده ينقلنا بقى للنقطة الثانية والمتعلقة بالماتيريال المستخدم وكمان الانفوتينمنت سيستم او انظمة الترفيه الموجودة هنا. نظام الترفيه الموجود هنا في العربية في الفئة الثانية مختلف عن الفئة الاولى. ايه بقى الاختلاف؟ الاختلاف في عدد السماعات. عندنا هنا في الفئة الثانية 8 سماعات مع نظام بيتس العالمي في النظام الصوتي، اما في الفئة الاولى فالنظام الصوتي العادي بتاع فيات، بالاضافة كمان ل6 سماعات مش 8 سماعات. طبعا زرار ستارت ستوب انجن موجود بداية من الفئة الاولى مع نظام كيلس انتري او دخول العربية بدون استخدام المفتاح. عندنا كمان نظام الانفتيم سيستم او نظام الترفيه الموجود هنا عبارة عن شاشة وسطية زي ما احنا شايفين 7 انش، طبعا موجودة بداية من الفئة الاولى لحد الفئة الثالثة ما فيش فيها اي اختلاف. تاتش سكرين السنسيتيفيتي بتاعتها كويسة جدا، ولكن يعيبها الوحيد انه يعني الرجوع للخلف، كاميرا الرجوع للخلف، خلونا نجربها كده، كاميرا الرجوع للخلف الريزوليوشن بتاعها مش نقي قوي، مش احسن حاجه، ومش وايد يعني مش عريض، بيديك بس يدوب على قد المنطقه اللي انت فيها بالظبط، فيعني يمكن دي نقطه ضعف في العربيه. مع ذلك زي ما قلت لكم الشاشه سهل التعامل معاها، في المفروض ان في جي بي اس او في نافيجيشن سيستم موجود في العربيه انترنال، ولكن طبعا مش شغال او مش معمول له اكتف عندنا في هنا في مصر. نظام التكييف الموجود في العربيه بيجي الدول زون هنا في الفئه الثانيه والفئه الثالثه، اما في الفئه الاولى فبيكون زون واحده، لكن بيبقى اوتوماتيك في الثلاث فئات، مفيش فيه اي اختلاف، بيبقى عباره عن بكر مع مجموعه من الازرار. عندنا فتحتين يو اس بي تايب اي مع زرار الخاص بالفتح والقفله والاكتيفيت او دي اكتيفيت للسنسورز الاماميه والخلفيه. عندنا فتحه 12 فولت او مكان للولاعه نقدر نقول عليه ومفتوح كده. عندنا مساحه تخزين كمان موجوده هنا. الجزء الخاص بالكونسول الوسطي هنا بيجي فيه تطعيمات من زي الومنيوم كده او بلاستيك، يعني واخد تشبيحه الومنيوم كده شكله ظريف. عندي مكان هنا فاضي محطوط مكانه كده، يعني لو عايز تزود اي اكسسوارز اضافيه او اي ازرار اضافيه. فرامل الايد الكهربائيه الموجوده بدايه من الفئه الاولى ما فيش فيها اي اختلاف. 2 كاب هولدر موجودين هنا وفي جواهم اضاءه صغيره كده، لكن يعني هي بتشتغل لوحدها من غير ضبط، ما لهاش سيتنج موجوده هنا. مسند ايد من الجلد، وطبعا زي ما اتفقنا انه العربيه بتيجي فرش جلد بدايه من الفئه الثانيه، وفي اوبشن ان انت تختاره باللون الاسود او اللون البني اللي قدامنا دلوقتي. اما في الفئه الاولى فالفرش بيكون قماش بالكامل. مسند الايد قابل للاطاله، ما فيش اي اوبشن تحت منه، يعني هو بس مجرد مساحه تخزين مش اكتر، لكن مفيش فيه فتحات ولا وايرلس شارجر ولا اي حاجه. طيب
عصايه. عصايه نقل الحركه بتبقى من البلاستيك مع شويه تطعيمات من البيانو بلاك، شكلها تقليدي مش غريب يعني، ولكن متناسب مع شكل الطابلو وشكل العربيه على العموم. طيب عندنا طبعا من ضمن احد المميزات اللي بتميز الفيات 500 اكس من ساعه ما عرفناها في السوق المصري، انه عندنا الجزء ده من الطابلو بيبقى بنفس لون العربيه، بيبقى بلاستيك شيك ولامع او جلاسي، يعني تحسه ان هو لامع واخد كان ايه يعني الرش العربيه رش الحته دي كمان معاها، فيعني ايه بياخد نفس الطبقه ونفس اللون ونفس اللمعه بتاعه الدهان الخارجي للعربيه. طيب عندنا هنا طبعا الجلافز بوكس حجمه صغير جدا مقارنه باي جلافز بوكس تاني ممكن تشوفوه، فيدوب مكان يحط فيه مثلا موبايل او حاجه، ما ياخدش كتالوج العربيه حتى. عندنا هنا مجموعه من الازرار هنا علشان ممكن اتحكم في اغلاق او فتح الاير باج الخاصه بالراكب الامامي، وهنا عندنا الاوتو هولد، ده نظام الاوتو هولد برده موجود في العربيه، وزرار الخاص بالانتظار. زي ما قلت لكم الشاشه هنا 7 انش فيها مجموعه من الاختصارات الموجوده، ممكن اتحكم فيها زي ما انا عايز، بالاضافه كمان لنظام اليو كونكت اللي ممكن من خلاله اوصل التليفون بتاعي ابل كار بلاي او اندرويد اوتو. وزي ما قلت لكم عندنا كمان النافيجيشن سيستم، ولكن ما بيشتغلش بشكل يعني كامل في العربيه هنا. طيب طبعا يو كونكت اهو زي ما احنا شايفين، لو دوست عليه بيروح جاي قايل لي انت محتاج توصل ايه، فبقول له فون، فبيروح قايل لي طيب احنا محتاجين نعمل بيرنج للموبايل عن طريق بلوتوث او من خلال الوصله، طبعا لو في وصله يو اس بي فبيشتغل معاك اندرويد اوتو او ابل كار بلاي. شاشه العدادات اللي موجوده هنا بتيجي انالوج، واخده الثلاث دوائر على شكل 500 زي ما احنا عارفين. زي ما قلت لكم التصميم بتاع العربيه الداخلي كمان مختلف، مش بس التصميم الخارجي، ثلاث دوائر. عندنا الدائرتين اللي على اليمين وعلى الشمال، اللي على اليمين بتبقى الار بي ام وعلى الشمال عداد السرعه، واللي في النص الدايره اللي في النص فيها مؤشر البنزين ومؤشر الحراره، بالاضافه لشاشه وسطيه 3.5 انش بتيجي الوان بتديني كل المؤشرات الحيويه الخاصه بالعربيه، معدل استهلاك البنزين، مشيت قد ايه، الرحله بتاعتي فيها البنزين اللي موجود يمشيني رحله مسافتها قد ايه، وهكذا. طيب عجلة القيادة بتيجي من الجلد، وطبعا الماتيريال بتاعته لطيفة مش وحشة. عندنا هنا على اليمين الكروس كنترول او مثبت السرعة، اما على الشمال فعندي نظام التحكم او ازرار التحكم في الانفوتيمنت سيستم هنا، بالاضافة كمان لازرار خاصة بفتح وقفل المكالمة مع الفويس كوماند او الاوامر الصوتية. التحكم في الصوت بتاع الانفوتيمنت سيستم الموجود هنا بيبقى موجود في ازرار اسفل الدركسيون او في ظهر الدركسيون من هنا. الدركسيون نفسه قابل لاكثر من حركة وقابل للضبط لاكثر من حركة، عندنا فوق وتحت وعندنا قدام وورا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب طبعا هي آلية المؤازرة او بيجي الكترونيك ويل سترينج او سترينج ويل. الماتيريال المستخدم هنا بيبقى بلاستيك ناعم مش خشن، ولكن بلاستيك يعني بلاستيك، الماتيريال بتاعته تلخبط الحقيقة ما بين لمسة الجلد وسوفت ماتيريال، لكن هو في الاخر بلاستيك. هنا طبعا ده كل ده بلاستيك زي ما احنا شايفين، ولو نزلنا لتحت كمان هيبقى فيه بلاستيك. كمية البلاستيك المستخدمة في العربية مش قليلة، ولكن البلاستيك بشكل عام الماتيريال بتاعته قوية ومتماسك ومتقفل كويس، التقفيل بتاعه كويس ومحترم. هنلاحظ كمان الابواب الاماميه مساحات التخزين فيها اوسع من الابواب الخلفيه الى حد ما، مش اوسع قوي يعني مش كالعاده يعني، الاوسع سنه حاجه بسيطه. هنلاحظ كمان علامه بيتس موجوده على اماكن السماعات في الابواب هنا وهنا على اليمين والشمال. هنا وحده التحكم في الازرار، بطن الباب بيجي من الجلد، بالاضافه كمان لمسند الكوع من الجلد، اما الجزء ده فبيبقى من البلاستيك، ولكن بلاستيك زي ما قلت لكم نفس البلاستيك تقريبا المستخدم في الطابلو من قدام، بلاستيك واخد تجزئه الجلد او تشبيحه جلد كده، تحس ان هو قريب من السوفت ماتيريال اكتر منه البلاستيك. الكراسي الاماميه سواء كرسي السائق او كرسي الراكب الامامي كهربائيه في الفئه الثانيه، في الفئه الاولى بيكون يدوي باستثناء دعم القطنيه، هو اللي بيكون كهربائي في كرسي السائق في الفئه الاولى، اما في الفئه الثانيه بيبقى كرسي السائق وكرسي الراكب الامامي الاثنين كهربائيين وبيتحركوا في 8 اتجاهات و10 اتجاهات لكرسي السائق كهربائيا بالكامل، بالاضافه كمان لدعم القطنيه. طبعا من ضمن الاتجاهات الارتفاع، اكيد ارتفاع الكرسي ممكن ضبطه كهربائيا هنا في العربيه. طيب على شمالك هنا وحده الاضاءه المتعلقه بكل ما يتعلق بالاضاءه، يعني هنا الاضاءه على هتلاقي بكره خاصه بالاضاءه بتاعه شاشه العدادات هنا، وهتلاقي بكره خاصه بضبط وحده العدسه بتاعه الاضاءه الاماميه، وهتلاقي كمان الجزء الخاص بفتح وقفل وضبط الاضاءه بقى اذا كانت اوتوماتيك او تشغل الفوج لايت او ما الى ذلك. فكل ما يتعلق بالاضاءه ليه مجموعه ازرار موجوده على شمال السائق هنا.
طيب ايه تاني كمان عندنا؟ يعني تقريبا ده كده ملخص الانفوتينمنت سيستم وعوامل السلامه والامان في العربيه. طبعا المرايه الخلفيه هنا بتيجي اوتو دامينج بدايه من الفئه الاولى، ما فيش فيها اي اختلاف برده، وفتحه السقف طبعا الموجوده بدايه من الفئه الثانيه، اما في الفئه الاولى ما فيش فتحه سقف، ودي طبعا احد ابرز الامتيازات الموجوده في العربيه. فتحه السقف هنا جميله جدا، بانوراميه بالكامل، لكن في فاصل في النص كده موجود وبتكمل معاك بقى لورا، يعني كانها مفتوحه على جزئين او موصوله على جزئين، لكن من بره بتبان على انها جزء كامل. الجزء الامامي بس هو اللي بيتفتح بشكل كامل، اما الجزء الخلفي بيتفتح بس الستاره بتاعته. يمكن يعيبها حاجه بسيطه ان الستاره بتفتح يدوي، ما بتفتحش مع الكهرباء، يعني بتفتح الازاز بيفتح كهرباء لوحده، والستاره الداخليه اللي موجوده هنا بتفتح يدويا لوحدها. غير ان هي طبقه القماش بتاعتها رقيقه شويه، فاعتقد ان هي مش اعتقد يعني انا حسيت ده بتدخل الى حد ما فيها شيء من النفاذيه للاضاءه والحراره بتاعت الشمس لو مشيت بيها. طبعا انا بكلمكم بناء على تجربه لموديل 2020، فهنا اعتقد انه برده المشكله دي ما اتحلتش. كنت اتمنى طبعا ان السقف يبقى اغمق شويه، فيمكن يعني يكون اظرف شويه او يعتم العربيه شويه اكتر من كده في حالات الحر او ايام اللي فيها شمس جامده. وطالما وصلنا للنهاية، دايما بفكركم بان مهم جدا تنزل تتفرج على العربية بنفسك في حالة ان انت كنت معجب بالعربية او بتفكر تشتريها، تعرف على الاوبشنز اللي فيها، اعرف اللي انت محتاجه واللي انت مش محتاجه. في النهاية بشكركم جدا على متابعتكم، ونشوفكم على خير ان شاء الله في عربية جديدة وريفيو جديد. وان شاء الله ما تنسوش تتابعوا قناتنا على اليوتيوب، اكيد مجلة عالم السيارات. اي تعليق متعلق بالعربية اهلا وسهلا بيه، اكيد هندردش مع بعض ونتكلم لو في اي معلومة اقدر افيدكم بيها زيادة عن اللي اتقال في الريفيو، فاكيد مش هتاخر عليكم. بشكركم جدا ونشوفكم على خير ان شاء الله. مع السلامة.